اهلا بحضراتكم من جديد. يعني خساره غير متوقعه بالمره للنادي الاهلي، هدف مقابل لا شيء. نادي المقاولين مبروك، نادي المقاولين مش عارف اقول بصراحه عن النادي الاهلي. شوط اول ما كانش موجود فيه نادي الاهلي، كان تيشيرت بس مع نادي المقاولين، ما كانش فيه كوره. شوط ثاني الاهلي بدا يطلع كنادي اهلي وبدا يبقى فيه حاله ايجابيه، كنا قريبين جدا للجون، لكن برده ما فيش كان فعاليه هجوميه تحس ان احنا مش هنجيب جون، لكن كان وصلنا وبدانا نلعب كوره وخلاص، وبدانا نقول خلاص الاهلي شكله رجع الاهلي تاني. جه فينا جون غريب جدا جدا جدا، غلطه دفاعيه قاتله. كنت بتكلم مع ضيوف الكرام عن الاخطاء الدفاعيه، خلينا نجيبه بالتفصيل. يعني حاجه بصراحه، خلينا سمينا نتكلم على الهدف بالتفصيل. مش ممكن، يعني جون مش ممكن ما يدخلش في اتنين دوليين، كوليبالي وسعد سمير، فجوه بينهم كبيره جدا. كوليبالي حتى بيغطي او بيقابل احمد علي، بيوصله لل18 عشان يجيب جون، مش عارف بيقابله. حتى لما جه يقابله المفروض يقابله من عمق الملعب، بيغطي شريف اكرامي، لا قابله من بره، اتزحلق، كان في بدلك. عموما مش عارف والله اقول لكم. يعني ارحب بضيوف الكرام، اهلا بيكم مره